اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، معكم ضابط عزام ومسدس جديد اللي هو السيزي 09 عيار 9 ميلي. هذا المسدس اللي جاهز لتركيب كاتم الصوت عليه. اللون لون رمادي الحديث او اللي بيسموه الاربن جراي. كان الطلب شديد على انه المسدس يكون صادر بهذا اللون، كذلك انه يكون في مكان لتركيب كاتم الصوت بدون ما تعمل اي اشياء زياده عليه، يعني تاخذه على المصنع وتعيد تشكيل السبطانه الى اخره. سعه هذا المسدس الحجم الكامل او الفول سايز اللي الشاصي مصنوع من البوليمر اللي هو 21 رصاصه زائد رصاصة في الحجرة أو في المخزن العادي اللي موجود معنا اليوم اللي هو بيتسع لـ 19 رصاصة زائد واحد في الحجرة. نظام الأمان اللي موجود فيه بيجي نوعين، لكن النوع الأول بيكون اللي راكب عليه جاهز من الشركة اللي هو الديكوكر، يعني لما يكون الديك راجع للخلف وبدنا إن خلاص انتهينا من إطلاق النار أو إنه بدك تحط المخزن وترجع في بيته، ممكن إنك تنزل عن طريق إنزال الديكوكر للأسفل. لكن إذا بتحب يكون عندك نظام أمان عادي مثل ما هو موجود في مسدس البريتا ومسدسات أخرى، لازم تكون بفك المسدس وفك القطعة من اليمين من الشمال وتركيب القطعة الجديدة اللي بتكون أيضا من اليمين ومن الشمال. بعرف ورشة وشغل كثير، لكن بتيجي القطعة موجودة في المسدس لما تشتريه، وكذلك بيجي كتيب الإرشادات على أساس تعمل كيف تعرف كيف تركبه وتفكه. الشيء الثاني اللي بيجي مع المسدس اللي هو المقابض من الخلف، بيجي ثلاث أحجام، الحجم بيكون موجود عليه بالأصل وحجمين آخرين اللي هو الوسط والحجم الكبير للي بيحب يغير المسدس يكون يتناسب مع إيده. ولازم نذكر إنه يعني قد يسأل بعض هل هذا يغير من التصويب ودقة المسدس؟ الجواب لا. المسدس هذا ويعني شركات السيزي معروف عنها بالدقة، فهذا ايضا يعني حتى لو غيرنا المقبض هذا وحطينا واحد بداله منه مش راح ياثر على التصويب ولا على الدقه اي شيء بالمره. لتغيير القطعه وتغيير حجمها ممكن انه تضغط على المقبض من الخلف، لكن في عندك هنا المسمار ممكن تضغطه باداه خاصه او براس يعني مدبب، بتفك تدخلها من الجهه بتطلع من الجهه الثانيه بتفك المقبض وبتركب المقبض الثاني، وبعدين بترجع الابره هاي او المسمار مكانه مثل ما كان. نيجي بالنسبة لمعلومات عن هذا المسدس وبعض المواصفات اللي هو كثير من الناس بيحبوا يعرفوا السعر قبل ما نبدأ بالموضوع. بالنسبة لي السعر هو تقريبا $630، هذا السعر المقترح من الشركة. عيار 9 ميلي لوجر والماجازين كاباسيتي مثل ما قلنا المخزن يتسع ل 21 أو 19 حسب المخزن. بالنسبة لي المقابض شيء بحب أذكره إنه لما بيشوفوا انه عليه الفرزات على اساس انه يكون الامساك فيه احسن وامكن على اساس انه ما يفلت من ايدك وانت تستخدم فيه. نظام الزناد فيه نظام الدبل اكشن سنجل اكشن، فاول رصاصه عاده بتكون دبل اكشن، اذا كان موجود في رصاصه في بيت النار وهو في الوضعيه هاي بتكون وضعيه دبل اكشن، لكن بعد اطلاق اول رصاصه بيصير المسدس يطلق من وضعية السنجل اكشن. بالنسبة للسايتس او السداد والشعيرة فيه بسموه الـ 3 dot system ثلاث نقاط، وكذلك بيجي نايت سايتس يعني نظام ليلي او ممكن تشوف في بالعتمة، فبيكون اللون مائل للخضرة لما تستخدموه، يعني لو عتمنا الغرفة شوي ممكن هذا الشيء بصير واضح بدون انك تضطر تستخدم اي انارة او كشاف او اي شيء ثاني. طول السبطانة حوالي 13 سنتي، الوزن 907 جرام، الطول الإجمالي 22.3 سنتي، والارتفاع حوالي 16 سنتي أو 6.3 إنش. العرض تقريباً 4 سنتي، والسيفتي اللي مثل ما ذكرنا موجود على اليمين وعلى الشمال اللي بيحب يستخدم إيده الشمال أو الإيد العكس موجود فيه. ايضا اللي سمعته عن هذا المسدس انه ممكن تغيير آلية او محرر المخزن من الجهة اللي هو موجود عليه الآن للجهة الثانية. بالنسبة للفك والتركيب، بعد ما نتأكد ان المسدس خالي وما في اي رصاص لا في الحجرة ولا في مخزن في المسدس، تذكروا لما حكينا عن مسدس السيزي 75 قلنا انه في خط موجود على الشاصي وموجود على الاقسام، فلازم نرجع الاقسام للخلف شوي على اساس انه نطابق الخطين على بعض بشكل عمودي. في نفس الوقت بعد ما تمسك المسدس بهذا الشكل بدك تضغط على آلية التفكيك او محرر الاقسام، لكن من او محرر الاقسام من الجهه الثانيه
ممكن تضرب عليه بالمخزن او بشيء ثاني او تضغطه بشيء اللي ما يكون حاد على اساس انك ما تخدش ما تجرح السلاح. فبتضغط عليه بهذا الشكل. سمعنا الصوت كيف؟ نرجع مرة ثانية. ضغطنا عليها اللي هي العليا هذه الكبيرة مش الصغيرة اللي تحت. فنضغط عليها وبنكون بفكها مثل ما احنا شايفين. ضعها على جنب لا تضيعها. تضغط على الزناد وبتفك الأقسام عن الشاصي بهذا الشكل. طيب ما انتهينا من الفك، بدنا نشيل السبطانة وبدنا ننظفها وبدنا نعمل كل هالأشياء فيها. ما لا تنسى انك تفك الغطاء عن الفوهة السبطانة اللي هي هذه بتحمي أسنان اللي بتركب عليها الكاتم الصوت مثل ما احنا شايفين. فتأكد انه هذا الشيء ما يتأذى ما يصير اي يعني مشاكل فيه، لانه بتخرب المسدس بتضطر انك تشتري سبطانة كاملة او انه ممكن تاخذها على التصليح، بعرفش يعني مشكلة طويلة. فبعد ما تشيل النابض بتشيل السبطانة هاي القطع اللي موجودة عندنا. طيب بنفك بنرجع كل شيء مثل ما كان بعد التنظيف وبعد كل هالأشياء. بننظف المسدس وبنرجع السبطانة فيه، بترجع النابض وقضيب الارجاع فيه بهذا الشكل. والآن بدنا نرجع الأقسام على الشاصي. بنلاحظ إنه الفرزة هاي من شايفين من تحت الخط الطويل هذا عادة بيكون موجود في المسدسات من الخارج أو عفوا من الداخل، لكن في مسدس السي زي هذا مسدس السي زي 07 وال 75 ال 75 موجود من الخارج مثل ما شايفين. ما بعرف اذا هذا نفس الشيء في كل مسدسات السي زي، لازم اتاكد من هذا الشيء، لكن هي اول ثلاث مسدسات يعني شفتها بعرف عنها انها بتيجي بهذا الشكل. وهذا بسبب انه المسدس يكون دقيق للتركيب. بعد ما ركبنا السبطانه بدنا نرجع الخطين مثل ما عملنا بالاول، بدنا نرجع الخطين يكونوا على بعض. بترجع اليه التفكيك او المحرر الاقسام ل بالداخل، بترجعه دخل كل قطعة وين لازم تروح. وبعدين ممكن انك تضرب عليها ب يعني مش بقوة كبيرة، لكن كفاية اللي تدخلها للجهة الثانية بشكل كامل مثل ما شايفين. فلازم يكون بهذا الشكل. الآن بكون جاهز للاستخدام، لكن لا تنسى انك ترجع الغطاء محل مكان. لما تشد الغطاء هذا لا بتأكد انه ما يكون مشدود عليه بشكل كبير اللي يخرب الاسنان، ولا يكون مرتخي على اساس انه تطلق مثلا مخزن او مخزنين وتروح القطعه تضيع منك. فبنلاحظ في الرمايه وانا ارمي بهذا المسدس اللي كانت عليه قطعه الليزر موجوده تحت وما كانتش مشدوده بالشكل الصحيح فطارت عن المسدس في خلال الرمايه، فهذا الشيء لازم تنتبه له. بالنسبة لإيجابيات وسلبيات هذا المسدس، نتكلم عن السلبيات. أول شيء اللي هو النظام الأمان فيه مثل ما ذكرنا الشغل كثير ولازم تشيل وتركب وتفك كل هالأشياء على أساس إنه يكون الأمان، هذا الشيء ما عجبني. شيء ثاني ما عجبني فيه اللي هو الأقسام شوية منخفض، مع إني لأني أنا معتاد على اللي أكبر شوي على أساس ممكن تمسك فيه بإحكام أكبر لما يكون بدك تشحن المسدس، مع إنه مرتفع شوية أكثر من مسدس السي زي 75 إلا إنه شوية منخفض يعني. بالنسبة للأشياء اللي عجبتني فيه ممكن إنه التغيير، قابلية تغيير المقبض من الخلف على أساس الحجم. الشيء الثاني اللي هو المقبض أعلى المقبض من الخلف شايفين كيف ممتد شوي على أساس إنه يحمي الإيد، وكذلك بيعطي المسدس طبعاً إمكانية إنك تسيطر عليه أكثر من غيره. الشيء الثالث عجبني فيه إنه في الفرزات هاي أو ستيبلز اللي موجودة على حول المقبض بشكل كامل، وهذا بيساعد انك تقبض المسدس بشكل احسن. لو كان مع انه دقيق المسدس هذا ما في عليه اي اشكال بالنسبه للدقه، لكن او السيطره عليه حتى مثل ما بنشوف الفيديو، لكن لو كانت من هنا مرتفعه شوي لكان احسن بالنسبه للايد، بكون عليه سيطره اكثر يعني للي عندهم اشكال او حساسين كثير لمساله الارتداد. الشيء الثاني عجبني فيه اللي هو نظام الامان اللي فيه، الثري دوت سيستم مرتفع بحيث انك سهل انك تلاقي
او انك تصوب المسدس على الهدف بسرعه. وكذلك شيء لاحظته انه الامان موجود زي فلاش او متساوي مع الاقسام. عاده في المسدسات الاخرى بتكون متقدم للامام. افحص مسدسك وبتشوف عن شو بحكي. شيء اخر عجبني اللي هو الفرزات الموجوده من الامام ومن الخلف على الاقسام، على اساس بدي اعمل بريس تشيك مثلا، او بدي اعمل بهذا الشكل او بهذا الشكل. ايضا الفرزات اللي موجوده على اليمين وعلى الشمال على الشاصي، على اساس للي بحب يمسك المسدس بهذا الشكل مثل ما شفنا من قبل، او اذا كنت انا مثلا بستخدم ايدي الشمال بحب هذا الشيء. وبطبيعه الحال اللي عجبني فيه انه ممكن قابليه تركيب كاتم الصوت عليه، وتركيب اكسسوارات اخرى على الجسر من تحت على اساس يعني لو كان كشاف او ليزر. وبالنسبه لي الديك موجود فيه نظام البلوكر او الحاجز اللي بيكون على الابره في حاله لو عملت ديكار او ضربت على الديك بشيء ثاني او مثلا وقع منك، مش راح يصير اطلاق نار لانه في حاجز موجود بين الديك وبين الابره اللي تمنع وصول الابره للصاعق في الرصاصه ويصير اطلاق نار. نظام الفك والتركيب فيه ارجاع هاي للخلف يعني جديد، شيء جديد علي لكن عجبني، يعني مع انه قديم يعني هذا الشيء، لكن تعاملي مع المسدسات السيزي صار من جديد. يعني فكرة انه المسدس موجود يعني الديكاكر موجود عليه على اليمين وعلى الشمال، هذا الشيء دائما بساعد، لكن لو كان المحرر الاقسام موجود ايضا على الجهة الثانية بكون ممتاز جدا، لكن جهة واحدة يعني كفاية. أرقام الشاصية أو الأرقام التسلسلية موجودة في على الحجرة، موجود على الشاصية وكذلك موجود على الأقسام 1 2 3، ومكتوب عليه هنا أنه مصنوع في تشيك، فهذا مش مصنوع في الولايات المتحدة، مع أنه في شركة سي زي في أمريكا موجودة في مدينة كانزاس سيتي في ولاية كانزاس. عجبني فيه أيضا أنه محرر المخزن سهل السيطرة عليه، الامان او المحرر المخزن بيكون بيمسك في القطعة في الفتحه هاي من الداخل، فتضغط عليه بينزل المخزن، فهذا عجبني فيه. يعني كونه المخزن دبل ستاك بيكون سهل انك تمسك فيه على اساس ما بيوقع من ايدك. شوف كيف الشيء اللي ممتاز اللي عجبني فيه كثير جدا انه دقيق، و النظام الزناد اللي فيه موجود حساس وبيعمل إعادة تشكيل بشكل سهل، يعني ضغطنا أول رصاصة ما بده كثير حركة المخزن الزناد على أساس إنك تسيطر عليه. شايف كيف بيعمل ريسيت بشكل سريع. قد يسأل البعض عن مين ممكن يستعمل هذا المسدس، أو هل يصلح للوظيفة، هل يصلح للحمل الشخصي، لحماية المنزل كذا. الجواب نعم نعم ونعم. هل تنصح فيه؟ أكيد أنصح فيه، لأنه من خلال تجربتي لإله عجبني طريقة الرماية فيه، كيف السيطرة عليه، نظام الزناد اللي فيه، كل شيء فيه يعني 100%. أيضا القابلية تركيب السبطانة عليه أو الكاتم الصوت عليه، هذا شيء جيد للي بيحب يركب هاي الأشياء. وكذلك طول السبطانة المطول هذا بيعطي دقة أكثر للمسدس، فلما تشوفوا الرماية في الفيديو راح تعرفوا عن شو بحكي. المسدس دقيق جدا وسهل السيطرة على الزناد فيه، والحجم الحجم الفول سايز. كل هاي الأشياء أنا بالنسبة لي شخصيا بحب أنها تكون موجودة في المسدس، يعني مع التطورات والتقنيات الحديثة اللي موجودة فيه. موجود في المخزن من قبل رصاصات التولا امو الروسي، ونشوف كيف شكله بيختلف عن الرصاص التقليدي اللي بنستعمله عادة بالرماية. فإذا لاحظتوا اختلاف في اطلاق النار او في الرماية في المسدس في الاداء، راح يكون السبب انه الرصاص مختلف موجود في المخزن مختلف. فتعالوا شوف. اللي جربت مخزن السي زي 75 يدخل في مخزن السي زي البي 09، و بيدخل فيه لكن ما بيثبت وما ممكن، يعني مش ممكن انك تستعمله. ف مرات بيجي سؤال عن هل المخزن
الخاص بمسدس فلان المسدس كذا يتسع بالمخزن الثاني يعني شايفين كيف هذا مخزن السيزي 75 اللي عملنا عليه فيديو من قبل لكن مش هو مش بدخل فيه فنجرب الان المسدس هذا نشوف كيف الاداء فيه فالآن بدنا نقارن بين مسدس السي زي هذا والسي زي 75 نطلقهم مع بعض ونشوف كيف الأداء. طيب هذه الحاجة بس للمحترفين في هذا المجال لا تجربوا هذا الشيء في البيت. Don't try this at home. هذا هو بالنسبة لمسدس السي زي 09 اللي عنده أي أسئلة عن هذا الموضوع ياريت اتركوها بالأسفل يعطيكم العافية ابعدوا الأسلحة متناول الأطفال بشوفكم مع فيديو جديد والسلام عليكم.